السلام عليكم، حياكم الله واسعد الله اوقاتكم بكل خير، وصلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا الان امام معلم تاريخي مهم وجميل جدا، امام سد وادي الخنق او ما يعرف بسد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. هذا السد بني بامر معاويه بن ابي سفيان خليفه المسلمين في عام 50 هجريه لسد مياه الامطار والسيول، ويقع شرق المدينة ويبعد عنها بنحو 40 كيلو متر تقريبا. هذا السد شارك في بنائه بعض الصحابة والتابعين، من الصحابة الذين شاركوا في بناء هذا السد كثير بن الصلت رضي الله عنه، وبناه أبو رداد مولى الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سد جميل جدا وذا بعد تاريخي وبناء هندسي دقيق وجميل. الآن نقف عليه بصحبة وقيادة المهندس أخونا الأستاذ أحمد با صوتين الهايكينج الشهير. خلوكم معنا ولا تنسى الاشتراك في القناة ونشر مقطع، حياكم الله، بسم الله توكلنا على الله. وهنا وصلنا إلى السد الحمد لله بعد جهد جهيد، بعد ما مشينا هذه المنطقة كلها طلعنا من هناك وطلعنا فوق هذا الجبل. هذا هو سد معاوية بن أبي سفيان في وادي الخنق، سد جميل جدا ومهيب، منظر والله مهيب مهيب جدا. بني عام 50 هجرية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وشارك في بنائه بعض الصحابة والتابعين. الآن نعطيكم تفاصيل أكثر، لكن خلينا الآن نستمتع بمنظر هذا السد. طول السد طوله 30 متر، ارتفاعه تقريبا 30 متر، والعرض من اسفل تقريبا 17 متر، وبني بشكل متدرج ويضيق من الاعلى حتى يصل في الاعلى الى 12 متر. جدا جدا جميل رائع، بني من الحجاره البازلتيه وحجاره الحره الممزوجه بالنوره، بناء متماسك لحجز مياه الامطار والسيول. كان يوجد حجر في هذه المنطقة عليه تاريخ البناء والذين شاركوا في البناء من التابعين والصحابة، وشارك في بنائه الصحابي كثير بن أبي الصلت رضي الله عنه. ونلاحظ أن السد بني في أضيق مكان في المنطقة، وهذا يدل على شدة تمكن الصحابة ومدى تقدمهم في العمارة واختيار الموقع المناسب في بناء هذا السد. بني في أضيق مكان في المنطقة لسد مياه الأمطار والسيول، طبعا تجيك الأمطار ومياه الأمطار والسيول من هنا ويقف عند هذا السد. طبعا هو كان مبني، طبعا كان كله متلاصق هذا، لكن تهدم بسبب عوامل التعلية وأيضا بسبب الزلازل التي أتت إلى المدينة والبراكين، سقطت أجزاء من السد. نروح عند الشباب ونكمل باقي التفاصيل، خلوكم معنا. في وادي الخنق، وادي الخنق طبعا مياهه تأتي من تقريبا 7 أو 8 كيلو من هذه المنطقة، من جهة قاع حضوضة اللي تسمى قديما قرقرة الكدر. فتأتي المياه في هذه المنطقة تمشي في نفس وادي الخنق وتصب في قاع العقول، ومن ثم تبدأ تمشي في وادي اسمه وادي قناة اللي يمر من شمال المدينة ويصب في مجتمع الأسيال في شمال المدينة المنورة. طبعا احنا نعتبر في شرق المدينة المنورة، يعني الآن هذا المنطقة تقريبا 30 كيلو شرق المدينة المنورة. هذا السد أمر ببنائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان، أمير المؤمنين كان وقتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سنة 50 هجرية. وطبعا هو ليحجز الماء وحتى لا يعني يكون في ضرر في بعض الأماكن، فكان هو عبارة عن حجز الماء، وبني في منطقة أو في منطقة يعني تعتبر يعني المنطقة هذه ما اختيرت يعني كذا عبث، يعني بني في أضيق منطقة تعتبر في الوادي في الوادي الخنق. طبعا وادي الخنق اللي هو كأنه كذا مخنوق الوادي، فهو بنيت في أضيق منطقة في الوادي، وبنيت بشكل هندسي جميل. شوف سبحان الله حسن، المنطقة اللي هي الجهة اللي يأتي منها الماء هذيك، البناء هناك مختلف، هناك يوجد الطوب، هذا الطوب محروق و
ما تدخل المسامات الماء ويكون مصد للماء، ما تدخل مسامات الماء ابدا للجهه المقابله. شوف بينما الجهه هذه او الجهه هذه عباره عن صخور الحاره وتجصيص عادي فما في مشكله، لكن هو لانه الدفع ياتي من هذيك المنطقه يجي من المنطقه هذيك، لذلك البناء كان بشكل هندسي دقيق. طبعا ارتفاع السد 20 متر في عرض تقريبا 10 متر في طول 30 متر، هذا هو السد. وطبعا في المنطقه في منطقه ثانيه هنا كمان، لانه الماء منسوب الماء لما كان يرتفع فكان في منفذ ثاني برضو يعني تمشي فيه الماء، فالمنفذ الثاني هذا برضو عمل فيه سد صغير اصغر من هذا. طبعا السد موجود ان شاء الله الان نشوفه برضو على اساس انه برضو يكون فيه حجز للماء. وحاجه كمان اخيره حسن، هنا السد هذا كان له حجر اساس، يعني كان مكتوب صخره ومكتوب سنه البناء، وانا موضع الحجر الاساس معاوية كان مكتوب الصخرة كانت هنا، الصخرة الموجودة الآن، الصخرة الموجودة الآن في متحف المدينة في الاستاسيون. أيوة في الاستاسيون هناك في المتحف موجودة الصخرة، وهي اللي مكتوب عليها النقش اللي يعني خلينا نقول حجر الأساس لهذا المشروع. أيوة هذا مشروع إنه أمرة معاوية إلا والله شفته. فصورتها موجودة هذه الصخرة وإلى الآن ما شاء الله موجودة، كانت في هذا المكان طبعا الصخرة في هذه المنطقة. حجر اساس هنا في هذه المنطقه كان يوجد حجر الاساس اللي كان مكتوب فيها بني في زمن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. بعدين شوف كيف حسن يعني حتى البناء مدرج كذا بشكل جميل، بحيث انه حتى فوق الصيانه اي شيء يعني يقدر الانسان يطلع ويقدر يسوي الصيانه فعلا. والله شوف يعني اطلع تدريج بشكل هرمي البناء مدرج، يعني ما كان شيء بصراحه هندسي. وشوف سبحان الله هذا كلام متى؟ في القرن الاول الهجري. ايوه ما هو الان، ففعلا يعني يبين لك ايش بدات تطلع حبه الروعه. ايوه بسهوله يعني فعلا، انه مدرج مثل الدرج. كيف كان طرق البناء وكيف مهندس كيف طالع. ايوه يعني ما شاء الله، بحيث انه اذا في صيانه في اي شيء خلاص يعرف يوصل الشخص، او اذا بيطلع السد. طبعا السدود الشيء السدود هذه والاعمال هذه لازم يكون لها صيانه كل فتره والثانيه، لانه لما تجي المياه على مر الزمان يعني لازم يكون انه في صيانه، يكون في خراب. زي الان مثلا الاعمال شو اسمه ده المشاريع اللي بتصير، مشاريع الاسفلت ولا مشاريع اي مشاريع الجسور، وهذا لازم الصيانه، لازم في تكون صيانه دوريه لها. هذا السد برضو كان نفس الطريقه، والسدود هذه كانت برضو يكون فيها الحجر اسود لها صيانه دوريه. من صخور الحره هذه كلها صخور الحره هذه اللي هي حره شوران طبعا هنا. ايوه هذه الصخور البركانيه. ايوه الصخور البركانيه، الصخور اللي هو الصخور البركانيه، صخور البازلت ما ادري يعني يقول الصخر البركاني. ايوه بركاني، والله اعلم عن جيولوجي. لا رحال وما شاء الله يسعدك ان شاء الله. الله يسلمك. ففعلا يعني فن معماري، فن معماري. والسد شكله مهيب وجميل، يعني لما تقف عليه يعني تشعر بمهابة السد ومهابة المكان. صحيح والله صحيح، وفعلا تشعر يعني بالفن المعماري اللي هو في ذاك الزمان. تقول سبحان الله، شوف كيف يعني اختيار الموقع واختيار المكان واختيار نوع الصخور والطريقه الهندسيه التي يبني فيها السد بصراحه شيء بديع. وتدرج بعدين اقول لك من اسفل يعني طوله اكثر من اعلى. ايوه من 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 الاعلى يضيق، من الاسفل متسع. أيه. من الاسفل متسع. بحيث انه ايش يكون أيه. اكثر قوه واكثر صلابه. ايوه جميل. طبعا ذكر انه مع بركان المدينه عام 654 حدث عام 654 أيه. هو اللي تصدع فيه السد و ايوه وحصى يعني حصل هذا هو كان يعني متشابك كان في بعضه، كان متشابك. ايوه بس البركان اللي حدث في المدينه المعروف، البركان اللي حدث في نهايه الدوله العباسيه عام 654 ايوه حدث طبعا في الحره هذه، جزء من الحره هذه وصل البركان ووصل في هذه المنطقه. ايوه هو اللي خلاص يعني تعبنا صدع السد وكسر. أيوة. بنيان. أيوة. طبعا هالسد احنا المنطقه هذه احد الدروب القديمه اللي موجوده بين مكه والمدينه، طريق اسمه الطريق الشرقي او الطريق النجدي. هذا الطريق ايوه يمر من هذه المنطقه، طبعا في هذه المنطقه حره شوران درب الحاجة أظن لعله. حتى في هنا في المنطقة قدام شوية كمان في غدير اسمه غدير هكر، معروف وذكر في التاريخ. غدير ايش؟ غدير هكر. هكر. ايوه. عجيب. موجود ايوه، يعني الغدير هذا تقريبا على بعد يمكن 3 أو 4 كيلو من أيوه. كان هنا.
الغدير ما زال موجود وفي له نقوش. نقدر نلحقه؟ لا لا بعيد شوية يعني، المشكلة مو بعيد، وعر يعني المنطقة وعر عشان توصل. أيوة. الغدير هذا فيه له نقوش قديمة إسلامية، وفيه له بعض النقوش كمان حتى الثمودية القديمة ما شاء الله، فيبين لك إنه أصلا هذا كان يعني طريق قديم حتى من قبل يعني الإسلام، القرونية من قبل الإسلام. أيوة. وطبعا صارت أحداث في غزوة السويق. أيوة. أبو سفيان رضي الله عنه بعد غزوة بدر بعد غزوة بدر لما جاء وغار على المدينة، فجاء من الطريق النجدي، من هذا هو الطريق النجدي أو الطريق الشرقي، ما جاء من الطرق. طبعا في أكثر بين المدينة ومكة في يمكن 7 أو 8 طرق قديمة. أيوة. اللي هي دروب التاريخ، دروب القوافل القديمة، لكن هذا الطريق اللي هو المعروف، وصارت فيه حدث غزوة السويق، وفي أكثر من حدث كمان صار في هذا المكان. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. بالمناسبة المهندس أحمد الرحال وما شاء الله صاحب الهايكينج وسلك طريق الهجرة النبوية، فأطلق عليه من الدكتور عبد الله كابر أحمد الهجري. الله يسعدك. عشان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعطيكم العافية. من فين كان التحرك أو؟ والله طريق الهجرة هذا، هذا طريق الطريق الحب أسميها، طريق الهجرة، طريق الهجرة النبوية. هذا كان يعني من دار السيدة خديجة في مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الحمد لله أنا وأخوي حمزة جميل اشتغلنا على الطريق تقريبا قرابة 3 سنوات. ما شاء الله. يعني نقرأ في الكتب وننزل ميداني ونمشي. أيوة نمشي. كنا كل فترة لازم نمشي في منطقة في منطقة في منطقة. الآن الحمد لله ممكن قرابة بعد أكثر من سنتين مسحنا الحمد لله كامل الطريق، وعرفنا الأماكن وعرفنا فين أماكن المبيت. فالحمد لله سوينا برنامج بحيث إنه نمشي الطريق كامل من مكة إلى المدينة المنورة. الحمد لله مشينا الطريق من مكة إلى من دار السيدة خديجة. أيوة اللي سلك الرسول صلى الله عليه وسلم من دار السيدة خديجة ثم اتجه جنوبا. مشيتوا على الأقدام؟ على الأقدام. ما شاء الله. أديكم العافية. الله يعافيك. فما يعني من دار السيدة خديجة ثم اتجه جنوبا باتجاه جبل ثور، صعدنا جبل ثور إلى غار ثور، ثم اتجهنا غربا باتجاه الساحل مع نفس يعني إيش اللي ذكرها ابن إسحاق للرواية. أيوة. والأماكن والمواقع اللي ذكرها، وسبحان الله اللي أكد لك بعض الأشياء إنه ما زالت الأماكن من هذاك القرن أسماها إلى الآن. يعني في وادي لقف، وادي مجاح، مدلجة لقف، مدلجة مجاح، وادي رئم، ثنية يعني بعض الثنايا، ثنية هرشة، ثنية هرشة، لا ثنية هرشة هذا في درب القوافل، في اللي هي ثنية الغائر. الغائر إلى الآن الاسم موجود إلى الآن، وهي مذكورة من برضو من ابن إسحاق في القرن الأول والقرن الثاني الهجري. فإلى الآن الأماكن ما زالت بنفس اسمها، والحمد لله مشينا في الطريق كامل الحمد لله من مكة إلى المدينة، وكانت الرحلة تقريبا يعني لازم إن شاء الله نسويها هذه، بس نبغى نتمرن و بإذن الله. دكتور عندك معلومات عن السد؟ أيوة أنا السد في معلومة استنبطها وقرأتها وفتح الله علي. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. في عام 49 هجري يعني قبل بناء هذا السد بعام واحد، أتى سيل عظيم إلى المدينة وكشف قبور الصحابة في شهداء أحد، كشف قبور الصحابة في شهداء أحد في عام 49 هجرية. وكان الصحابة يعني كثير منهم ما زال أحياء، فعرفوا أن هؤلاء شهداء أحد، فأمر معاوية رضي الله عنه بنقلهم إلى مكان بعيد عن مجرى السيل. ثم في عام 50 هجري بعدها بعام أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ببناء هذا السد. فلعل بناء هذا السد حتى يحفظ المدينة من مياه الأمطار والسيول، ويحفظ شهداء أحد، وحتى لا تقع هذه المشكلة ثاني مرة. فبني هذا السد عام 50 هجرية بعدها بعام واحد فقط. الله يفتح. وشارك في بنائه بعض الصحابة والتابعين. هذا مع السلامة. اي حبيب نبي نلحق الخضار والربيع. أيوة. كمان اللي هنا قدام الماء والخضرة وجه الحسن. لا معك حسن بنفسه. هلا تبغون نلقي نظرة على السريع؟ بسم الله. الان باتجاه السد الثاني لوادي الخنق. لازم يكون معك عصايه في
الطلعات والطلوع تستعين بها على الطلوع والنزول. انا احس بس كذا على حياك لازم العصايه. اوبا كثير سني ليش تاخذ معك عصايه؟ اي يقولوا طلع ساعدك جدا في الطلوع والنزول تكي عليها. ايوه ولي فيها مآرب اخرى ايضا. ايوه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. فين يا دكتور رحيم؟ ان شاء الله السد الاخر لوادي الخنق. وقفنا على السد الاول، الان السد الاخر في قياده انتبه انتبه احمد باصوتين. اي والله الله يجزاه خير. نجي عندك؟ مناسب ننزل بالله انتبه يا دكتور. بعد كذا تعال ببدله يا دكتور. والله انا سبحان الله احب الثوب. ايه ما في احسن من الثوب، بس الاماكن هذه ثوب فيه. اي والله بالا بدله صغيره. البس لكل حاله الا بوسه. ما شاء الله حسن. أيوة. طبعا هنا الوادي من هنا يجي تمام، والوادي مسار الوادي هذا المسار اللي هو تلتقي برضه مع الوادي من هذه المنطقة مرة ثانية. ايوه خير استاذ احمد.